هسه هاي منين نجيب فلوسها الاربع غرامات؟ استاذ محلي اشتغلت فيه. زين. ووالدتي اخذ منها فلوس. زين. واجيب غرام غرامين. بعت غراضك تليفونك شي اشياك؟ فريت دراجتي، عندي دراجة كانت. بعتها؟ فريت نعم. شنو فريتها يعني؟ يعني راوستها بكريستال. ها هاي اسمها فريتها؟ انصح لها فريتها. تمام. بيش قد راوستها؟ والله راوستها ب13 غرام. ايش قد سعرها الدراجة؟ دراجة سعرها 250 300 تقريبا، يعني هو هذا قد المبلغ ما نعم. زين. تليفون ما تليفون؟ لا ما راوست. لا وانا تراوس موبايلي هاي قبل لا اجي لهنا. بتراوس موبايلي؟ اي من جيت بالحلة رتفر موبايلي. اي يعني حتى من الشغل بطلت. يعني حتى من الشغل بطلت. قعدت من الشغل؟ قعدت من الشغل. يعني انت فقدت دراستك وفقدت شغلك؟ نعم. وفقد ثقة اهلي. فقدت ثقة أهلك عافية. وفقد يعني هو واحد يعني هي هاي أهم نقطة يعني. إيش تعتقد أبو علي لما تطلع شلون تنعاد الثقة ويا أهلك؟ شنو ناوي تسوي مثلاً؟ لا أستاذ أرجع يعني شلون أرجع أبني علاقتي وياهم من جديد؟ نعم بالذات والدتك يعني بالضبط.